بكر. اهلا وسهلا. اهلا بكر بدر، كيف احوالك؟ تفضل. الحمد لله. الله يسلمك. يا اهلا فيك بكر. بكر من العراق. بكر كان مغروم بفتاة لأنه كانوا عم يشتغلوا سوا بإحدى المحطات التلفزيونية. هي كانت مذيعة متألقة وجميلة، هو أحبها وصار يعني فتحها بالموضوع، كأنها وافقت، ولكن قالت له أنه مستعدين نتزوج، ولكن لازم أهلك يجوا يحكوا يطلبوا يدي من أهلي. بقى بعد فترة اكتشفت أنه بكر كان عايش لوحده، ما بعرف شو شافت، بس كان عايش لوحده، ما عجبها هالشي، وبعدين أهله ما أجوا من العراق لحتى يطلبوا إيدها، وهي مذيعة سورية، بقى لذلك قلت لكم عراقي على سوري. المهم أنه فشلت محاولة بكر، يعني ضاعت فرصة فيني أقول، ولكن بكر ما ضيع الأمل، بكر ما زال مصرا وإجا إلى هذا الاستوديو حتى يطلب من هذه الفتاة اللي أحبها، ما بعرفها أنا بعد ما شفتها، حتى يطلب منها أنه يرجعوا يستأنفوا علاقة أو يستأنفوا مشروع للزواج، حتى ما نقول علاقة. بقى تنشوف، خبرني القصة أكثر، يعني وضح ليها أكثر. لا هو يعني القصة هي من موضوع عادي، أنه انعجبت بإنسانة، نعم، متلاشى يعني عمل خلال الشغل، وكلمتها بالموضوع هي موافقه، انما قالت لك خلي الاهل يشرفوا. اي بس هو تعرف انه هو يعني اي شخص ينجذب للانسانه ما راح ينجذب لوحده، يعني اكيد هي تكون عندها فد قدره فعل او فد فعل تسوي اللي هو خلتني انشد لها يعني. فهي بعد الفتره اللي يعني ما قدمت لها وافقت، بعد ما صار الخلاف قالت لا انت جيت متخيل ان انت وحدك يعني. إنه أنت تفكر بالارتباط، بس أنا لا، بس أنا ما أقدر أروح وأتقدم واحد شيئها إذا مو هي مطيتنا الفرصة. نعم صح، بس هي بالأول كانت موافقة. هي كانت موافقة، بس يعني هذا من الأسباب اللي خلاني أنشد أكثر وأفكر بها يعني. نعم نعم يا سيدي، خلينا نشوف هلأ نية شو بيكون موقفها. عسى أنه ما تكون مفاجأة كتير كبيرة عليها، أو تكون عندها غير مشاريع بحياتها، أو تكون تزوجت مثلا. قديش إلكن؟ لا أنا متابع. قديش إلها العلاقة منقطعة؟ يعني والله تقريبا صار لها يقارب سنة يعني. أقل سنة. أقل طيب. سنة أقل سنة. أنا نيابة عنك أرسلت الدعوة إلى هبة. خلينا نشوف كيف وصلتها وشو قالت هبة. إن شاء الله. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين المعادي، وبالتحديد في زهراء المعادي، عشان نسلم استاذه هبه دعوه حضور البرنامج. استاذ جورج، احنا وصلنا زهراء المعادي. أستاذة هبة؟ أيوه. هبة 24 سنة مظبوط؟ تشتغلي مذيعة؟ هبة أنا مدير من برنامج الأستاذ جورج قداح، ودي دعوة حضور البرنامج. أوكي. قولي لي قبلتي الدعوة؟ أوكي أكيد قبلت الدعوة. إن شاء الله. أستاذ جورج، هبة قبلت دعوتك وإحنا في انتظارها إن شاء الله. أهلاً. أهلاً بهبة. كيفك عيوني؟ كيف صحتك؟ أهلاً وسهلاً فيكي، تفضلي. كيف الصحة؟ والله الحمد لله. زميلي هبة مذيعة، وين مذيعة؟ أنا كنت بشتغل بسوريا الغد، وهلأ إن شاء الله بالبغدادية. إن شاء الله؟ بالبغدادية. بالبغدادية، أهلا وسهلا فيك يا هبة. إليك زمان بتذيعي؟ لا ما كتير يعني، شي سنة. سنة بس؟ مش كتير؟ بعدي صغيرة. منيح منيح، الله يوفقك. ومبسوطة بهالمهنة؟ أكيد طبعا. أكيد. وعندك معجبين ومعجبات لا هو من دون هذول ما عندي معجبين. على الفيسبوك على التويتر شو؟ يب الحمد لله. الحمد لله. شو أخبار الأهل؟ والله تمام بسلام. وين عايشين؟ هون بمصر. بمصر. وأنتم من وين أساسا؟ أنا من سوريا. من أي بلد؟ من أي منطقة؟ زبداني. من الزبداني، ريف الشام. أهلا وسهلا.
طيب يمكن عم تتساءلي انه ليش جيتي لهالستوديو، ليش انا وجهت لك دعوه؟ والله انت قل لي ليش. بدك اقول لك ليش؟ عندي عرض لك. عرض عن جد؟ اشتغل معك؟ اشتغلي معي؟ اشتغلي معي؟ اشتغل معي، هذا العرض اللي تقدمني اياه. اهلا وسهلا فيكي. ليكي هذا البرنامج مختلف، يعني مش لا برنامج مسابقات ولا برنامج حوارات ولا شيء، هذا البرنامج انساني له طابع هيك خير. خير ايه، وانت بتعملي خير. اكيد بتحاولي، يعني كل واحد منا، كل واحد منا بس مش مطلوب منك تعملي خير. شلون رح اقول لك شلون. في شخص غيري انا دعاكي، بس دعاكي بواسطتي. تمام. ايه بدك تعرفي مين دعاكي؟ ايه اكيد بدي اعرف. اكيد طلعي بهالشاشه. عجبتني احلى. عرفتي؟ ايه اكيد عرفته. بكر. ايه بكر باشا. اهلين. طيب ليكي بكر، هو بكر دعاكي. ايه بكر خبرني القصة. بس بحب اسمع انا روايتك بالاول. انما قبل ما نحكي سوا بعت لك رسالة بكر. تمام. بدي اقرا لك اياها. بالرسالة بيقول لك حبيبتي هبة. هاي مثل مثل سافي مسرحيات فيروز. حبيبتي هبة، انا اعرف انني اخطأت في حقك. ظننت أنني أملكك لمجرد أني أحبك، لكنني كنت أخاف عليك وأخاف من فقدانك. أنت مذيعة ناجحة، ولو كنت مكان كل من يتعامل معك لأحببتك على الفور. وكيف لا وأنا شخصيا لم أستطع الفرار من هذا الحب. صحيح يا هبة أنك تظنيني كذبت عليك في البداية، لكنني والله سأرسل لأهلي في العراق بالفعل لو وافقت الآن وسامحتيني، ودعينا نبدأ صفحة جديدة. وأرجو أن تقبلي الزواج مني. قلت لك عندي عرض. حسبت منك. وأرجو أن تقبلي الزواج مني، وها أنا أطلب هذا أمام الدنيا كلها. نحن نستحق بداية أخرى، فلا تبخلي علينا بها. وأوعدك وأوعدك أن أصبح مثل ما تريدين، ولكن لا أستطيع أن أعدك بالكف عن حبك، وأنا في انتظار كلمة واحدة منك يا هبة تجدد بها أملي وحياتي. كلمة هي المسامح كريم. هاي رسالته. متيم الأخ. خبريني شوي عن العلاقة أنت وياه. في علاقة جدية كانت؟ يعني هو بكر أنا تعرفت عليه من خلال شغلي. صحيح. وطلب إيدي للزواج. نعم هذا اللي خبرنا إياه. يعني. إيه. بكل احترام وبخوف الله و إيه. إيه. بعدين؟ بعدين قلت له اوكي، اعطيني فرصه وقت فكر، شرح لي ظروفه انه نعم. اهله موجودين وهيك وظروف كثير انه غير اللي انا بعد هيك اكتشفته بالصدفه يعني. من خلال زملائي انه لا بكر ما اهله مو معه، اهله بكر اصلا يعني كان قبل هيك خبرني طالب يعني بالايد نعم. اكثر يعني حدا اكثر حدا غيري، فانا حسيت انه هو يعني مو عم يخدعني وبس، لا هو واحد بده يتسلى، عرفت؟ يتسلى نعم. وانا شفت انه لا انا مو هالشخص المفروض يتساوى معه هيك. برافو. فلما حكى معي حكيت معه اللي فيه نصيب. حكيت معه اللي فيه نصيب يعني قلت له لا انت واحد كذاب وهيك. بهدلتي فينا نقول. بهدلته. ايه. انا ما بدي اقول مشان هو هون يعني. ايه.
بس رجع انه سامحيني وما سامحيني وهالقصص وخلاص. قلت له انا ما اخرج. بلش انه يغار غيرة غير مبررة يعني. ولا ليش عم تحكي مع هذا؟ ليش ما بعرف شو؟ فصار بين بناتنا مشاكل كتير، سبب لي حتى مشاكل بشغلي يعني. من غيرته؟ اي ف يعني لانه فهمت انا من رسالته انه بغار يعني كان بده يمتلكك. اي بس يعني هالشي بالموافقة بين الطرفين يعني. بس زاد فوق العد فوق الحد انه سبب مشاكل يعني. نعم. وانا لا ما بحبه. ايه شو خدعك بغير قصة اهله؟ هل في شيء ثاني؟ شغلات كتير، انه مستوى المادي، انه ما بعرف شو رح ساوي عرفت. واكتشف انه هو حاكي هيك لعالم كتير يعني. بنات؟ ايه بنات مثلك يعني. انه ايه قالوا وحده مثلا قالت لي انه ايه بكر، لا هذا بكر عادي يعني كان متقدم لي من قبل. وعد غيرك بالزواج. ايه انه هذا اللي انا عرفته من العالم يعني. صحيح بنستي انت خلص خفتي. ايه مو قصه خوف، انه انا بكل حالات يعني كنت عم فكر. وهو اخذ الموضوع بشكل انه احتوائي، خلص انت عم تفكري معناتها انك موافقه انك انك نحن سوا. نحن انت ما اعطيتي جواب. بلش انه بس ما اعطيتي كلام رسمي انه جواب رسمي. انا كنت قلت له طيب اوكي خلينا بس انه نشوف انه نتعرف على مع بعض او لا. بعدين اكتشفت هالاكتشافات العظيمه من قبل اي شيء يعني. بالعاده الوحده بتكتشف بعد الزواج كل المصايب، بس هو ما شاء الله عليه مصايبه له. اكتشفتيه قبل لك يا بكر؟ انا ما يعني ما اعرف ايش اكتشفت. اكتشفت رايح واعد كذا بنت بتقول لهم انه انا بتزوجكم وراح اجيب لكم اهلي من العراق لا ولو؟ لا مستحيل. بس هي الكلام اللي وصلها اللي غلط، اللي هي فاهمه وجهه نظر الناس ان هي صح وانا غلط. طيب صح؟ هلا انا جاي تقول لها كلام يا بكر. نعم. هلا جاي تقول لها لهبه كلام وطبت بهالرساله ما شاء الله عليك بلغتك الفصحى وطالب يدها وبدك تتزوجها. طيب. بس ما بعرف بدك تحكيها كلام جدي شوي مش لا هو هي عارفه ان انا عندي طريقه بتعامل معاها انه دائما يكون الجو فرفشه بيننا، فهي حتى لما شافتني ابتسمت، بس هي ابتسمت حقدا ان هي خلاص ان هي واخذه قرار ان هي ما راح تكلمني يعني. احنا في يعني حتى في زعلنا ان في قرارات ان انا واخذ قرار ان لازم ترجع لي، وهي واخذه قرار ان هي ما راح تكلمني. طيب وانا اليوم اطلع من هذا الاستوديو وهي مسامحتني. ضل بيته. طيب بس يمكن تسامحك بس ما بدها ترجع لك. والله هي لا هي ترجع لي ومسامحتني. انا عارف ان هي ايه الانسان اللي جواها. انا ما بعرف انت براسك شيء وخلاص انه هذا هو العالم؟ اي طبعا انا عندي قرار وعندي ثقه بنفسي وشايف نفسي ان انا صح. مهضوم؟ بتلاقي مهضوم ها؟ كثير. مهضوم كثير؟ بيضحك. طيب احكي معه. بدك يعني سامحك على شو طيب؟ انت لازم تسامحني. عاجزة عن الحكي بصراحة. انت شوفي انت الكلام اللي وصل لك غلط. ايه انا متابعك عشان انا يعني انا رايدك وانت عارفه ان انا بتابعك لهذا الشيء. اوكي بس انا قلت لك انه خلاص يعني كل واحد وكل شيء اسمه نصيب. ماشي بس هذا سعي مني ان انا في شيء عايز اوصله لازم اسعي عشان يعني اوصل. يعني هو مجرد انه انت بتسعى. نعم انت بس عم تسعى. لا بس انا ان شاء الله اوصل. وانت حتسامحيني اكيد يعني انت مو بهالقساوه. طيب يعني خلال هالفتره يا بكر يعني ليش ما فكرت انه ترتبط بحدا تاني؟ لا هو هذا الشيء يعني هو يعني شوف احنا مو كل علي صوتك مو كل الكلام احنا راح نتكلم فيه هنا في الاستوديو يعني اكيد بعد ما نخلص حنتكلم ولما نروح سوا مع بعض صح؟ لا ما راح نروح سوا مع بعض. نعم؟ ما راح نروح سوا مع بعض يعني ما بعرف انت اخذ الموضوع بالمزاح لا احنا بس لا مش مزح لا اسمحوا لي اذا بنحكي عن جد بلاش نعرج رسالة مش مزح في مصير يعني جاي في عندك غايتين من مجيئك إلى هون، أولاً إنها تقلها تسامحني وتعذرك، ثانياً إذا قدرت وإذا هي حابة ترجعوا لبعض وعندك مشروع زواج.
بقى خلينا نبدأ خطوة خطوة. طيب أول خطوة بدأت سامحك، بتسامحي على اللي تصرفوا معك يمكن ضايقتي؟ ما بتسامح كذاب. تعتبري كذاب؟ ايه. كذب عليكي بس بقصة أهله يعني؟ خدعني، مو كذب علي وبس، هاي هو كان عم يمارس خديعة علي، وأنا كله أنه حدا يستهين فيني أو يستهين بذكائي أو أنه هاي شغلة كتير حساسة. كتير من الشباب هلأ عم ياخدوا أنه أوكي أنا بحبك بدي أخطبك، فبيجي يخطبني من دون أهله وكأنه عرض لأنه يصاحبني بس بشكل شيك يعني. لا أنا ما كان هذا. فلا أنا هالمبدأ بالنسبة لي مرفوض. قلت له سألته أول هذا شيء. هذا شيء طبيعي، برافو عليك. أهلك لازم يعرفوا. قال لي إيه أهليهم؟ إذن هو يعني كأنه بديت غلط العلاقة. إيه. بدي غلط من أساسها يعني. هو يعني وفي سوء تفاهم مبنية على سوء تفاهم. هو معتبر إنه بتحبي وكذا وأنت لا، أنت عم بتشغلي عقلك. لا هي مجرد ان هي متسرعه شويه باتخاذ القرار. هي متسرعه. انت ما تسرعت يعني بالاول؟ لا انا في الاول انا كان هدفي واضح، انه انا مثلا داخل كان هدفي واضح، بس هي متسرعه بالرد يعني. مثلا هي ممكن تكون نادمه يعني حسب ما وصل لها فكره علي يعني، انه انا بهاي البشاعه يعني. ممكن يكون لها يعني ممكن تكون نادمه عشان قالت انا اوكي انا موافقه بالاول بس خلي اهلك يجوا. هي هسه ممكن تكون نادمه على هذا الشيء، بس هو ماكو اي داعي للندم، انه انا مو الانسان. ممكن تكون نادمه يا حا موجود يسالها نادمه انت شيء؟ نادمه على شو؟ نادمه ان انت قلتي لي ان انت موافقه في الاول؟ يعني هذا اول شيء من القرارات اللي انت تسرعتي فيها. طيب هو صح كان من صالحي بس انت سرعتي فيها، بس ما اعطيتيني فرصه انه بمرور الايام راح اقول لك يابا في وضع في العراق انه اهلي ما راح يجون هسه راح يجون. اي مرور ايام انه نضل مثلا شيء سنه سنتين متصاحبين بعدين حتى الانسان لما يبتدي يزحف وبعدين يوقف وبعدين يمشي يعني في مراحل في الموضوع. طيب هيدا الموضوع تقلكم شغلي هلا راح نصير راح نضلنا بجدل بيزنطي بسموه هيدا ما بيوصلنا لنتيجه كل واحد من ميل. انا بعتقد العلاقه كلها مبين بلشي غلط. انت كان عندك افكار بكر، افكار تانية هي مش وارده عندها، بتصور يعني هبة عقلها طاغية على قلبها يعني ما كان عندها مشاعر يعني فكرت بالموضوع مش هيك، يمكن استلطاف بس انه ما كان في كان ما كان في حب ما هيك. لا هلا اني اجى هذا اجى هالشاب اجى امام الملايين اجى يعتذر منك وحاول محاولة يمكن اخيرة يسترجعك بعد سنة من القطيعة. بتحبي تعزري قولي له عذرتك بقى، ما بدك ترجعي له ما بدك قولي له انا لا مني هذه قصه بتتعلق بمستقبلك بمصيرك، نحن جميعا هون ما فينا نتدخل، هذه حياتك انت بقى بتقرري حياتك وانا بكون سعيد بالقرار اللي انت بتاخذيه. طيب شوف يا بكر انا بحترمك وما بدي انك تاخذ حكي بشكل مختلف. هلا عم اقول لك من قبل ما احكي بحترمك وبعزك وانت انسان كتير محترم، لكن انا ما بحب حدا يتجاوز حدوده معي. كل انسان انت بتعرف هالشي منيح ان انا بحط له حدود، انت اجت فترة تخطيت هالحدود تمام وانا ما بسمح بهالشي. بالنسبة لقصة انه نرجع او هيك، هاي القصة مرفوضة بالنسبة لي. هاي القصة مرفوضة بالنسبة لي. مرفوضة بالنسبة لك، فاذا خلص هذا جواب نهائي. جواب نهائي. هاي القصة يا بكر ما تبخزنا مرفوضة. أنا بدي أتشكرك. تسلم. بتشكرك على مجيئك وعلى قبولك هذه الدعوة ونورتينا بهالستوديو بجمالك وبحضورك، والله يوفقك بمهنتك ويلا دايما خليكي هيك أوكي، وسلمينا على الأهل جميعا هون وبسوريا. الله يسلمك. أوكي باي باي تفضل. بكر هاي رسالتك خليها معك خليك قاعد. بكر يعني أول شيء بدي أشكرك إنك وثقت بهالبرنامج وثقت فينا وجيت وحاولت مع هذه الفتاة. أنا سمعت الروايتين خلاص يعني ما فيك بدك تغصب الإنسان إنه يقتنع منا مقتنعة. هلأ بالمستقبل شو بيصير أنتو بعلاقاتكم بالحياة هذا موضوع آخر، بتتابع بتحب تضلك مغروم متيم وبتكتب قصايد وشعر وبتشوف بتتابع لأخبارها هذا شغلك،
بس حاولنا وأكثر من هيك ما فينا نضغط، ما فيني أضغط لحتى أنعها إنه لا وخلص انتهينا هون. هالستار ما انفتح، إنما بضل في ستارات كثيرة بالحياة قادر تفتحها. أوكي بتشكرك الله، بدنا نودعك بتحية. شكرا. يعني أنا بحس إنه لازم نتعامل بهالبرنامج بشرف وبكرامة وبنزاهة أيضا وبأخلاقية مع الناس. في مستقبل، في مصير، يعني لما يكون في مجال للمصالحة بين بي وابنه، بين أم وبنته، بين أم وابنه إلى آخره، ببذل جهد لحتى تصير المصالحة، لأنه المصالحة إيجابية. إنما أثر على شخص من شان غير له تفكيره بالمستقبل أو تغير له تفكيره بإنسان آخر، لا، هذا ما فعلته مع هبة ومع أي بنت كمان بتكون بهذا الوضع.